يا سلام يبقى احطهم في المكتب يسجلوا الدرس الفقه هنا يعني سجلوه ما اعرفش ما حدش قال لي اهلا وسهلا يا رب يا كريم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر ذنوبنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم يا رب العالمين أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك اللهم حققنا بحقائق أهل القرب واسلب بنا مسالك أهل الجذب وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وذريتنا وآل بيت نبينا وذرياتهم والمسلمين أجمعين يا رب العالمين أما بعد نكمل شرح والتعليق على حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين في فقه السادة الشافعية وكنا في الجلسة الماضية تكلمنا على فصل في أحكام الإقرار وتكلم في أثناء مقدمة شرحه على الإقرار في حاشيته الشيخ البيجوري على أن المقر به له شروط ثم بعد ذلك تكلم على شرط الصيغة فقال وشرط الصيغة كونها لفظا يشعر بالالتزام الإقرار ده في أول المجلد الثاني أول الجزء الثاني نحن خلصنا الجزء الأول ممكن في كتب جوه تجيب أي كتاب بقى التبني وشرط الصيغة كونها لفظا يشعر بالالتزام يبقى الصيغة لابد في الإقرار أن تكون لفظ بالألفاظ ما تنفعش النية دي أول حاجة ومش أي لفظ لفظ يشعر بالالتزام لفظ يبين أنه ملتزم بحق للغير في ذمته وفي معناه الكتابة مع النية منها برضو أنه يكتب لك إيه لما ياخد منك دين أو ياخد منك حاجة يكتب انه استلم واقر ان لك في ذمته مبلغ كذا ويمضي وشهود يشهدوا ده تبقى اقرار برضه بالكتابة يعني ممكن يبقى باللفظ المسموع وممكن يكون باللفظ المكتوب مع النية واشارة الاخرس المفهمة لو واحد اخرس ممكن يقر باشارة مفهمة بالاشارة المفهمة كقوله هيدي لك يعني أمثلة لألفاظ تصح بها صيغة الإقرار كقوله لزيد علي أو عندي كذا وعلي أو في ذمتي للدين إذا كان الإقرار بدين يقول إيه لزيد علي أو عندي كذا وعلي أو في ذمتي ده للدين لأن قد يكون الإقرار بدين وقد يكون الإقرار بعين عين يعني شيء متعين
بسيارة أمامك، بقطعة أرض أمامك، بعمارة أمامك، بشقة، يبقى دي اسمها عين. أو عندي تبقى للعين، عندي شقة من حق فلان، كويس، يبقى دي للعين. أو عندي للعين، طب وفي لفظ ينفع للعين وللدين، يقول قبلي، وقبلي مشترك بينهما. فلو حذف علي وعندي ونحوهما لم يكن إقرارا إلا أن يكون المقر به معينا. يعني افرض قال ينفع الإقرار من غير علي أو عندي، ممكن. لو قال هذا الثوب، هذا الثوب لفلان وأشار إلى الثوب، ينفع إلا أن يكون المقر به معينا كهذا الثوب لفلان وجواب لي عليك أو أليس لي عليك ألف ببالة. أو هو الثاني الطرف الآخر قال له أليس لي عليك ألف، فالثاني قال بلى، بلى دي إقرار، كويس. أو قال له مثلا علي، علي أو لي عليك مثلا لي عليك ألف، فالثاني قال له نعم. يبقى لو سأله بالاستفهام النفي يقول ببلى، ولو سأل بغير استفهام يقول نعم. كل ده ينفع إقرار. أو صدقت، أو أنا مقر به، أو نحوها كأبرأتني منه، إقرار. وكذا لو قال اقضي الألف الذي لي عليك، فأجابه بنعم، أو بقوله اقضي غدا، أو أمهلني، أو حتى أفتح الكيس، أو أجد المفتاح، أو نحوه. يعني كل دي ألفاظ تدل على إنه موافق. لما يقول له مثلا إيه أعطيني الألف اللي لي عليك، فيقول له طب انتظر أما أفتح الخزنة، معناه بيقر. طب انتظر لما نوصل المكتب، يبقى بيقر. كابعث من يأخذه، من ضمن الألفاظ برضه يقول له خلاص ابعت حد ياخد الفلوس مثلا، تنفع. وأما جواب ذلك بنحو زنه، أو اختم عليه، أو خذه، أو اجعله في كيسك، أو هي صحح أو رمية، فليس بإقرار، لأن الألفاظ دي كانت أيام الشيخ البيجوري بتعتبر استهزاء. أما واحد يقول لك أنا على فكرة ليا في ذمتك ألف، قال له طب أعدهم بقى، ممكن بتستهزئ، مش كده برضه؟ ممكن يبقى ده استهزاء مش اقرار. فليس باقرار لان ذلك يذكر للاستهزاء. يبقى لازم اللفظ يبقى ما يحتملش اي حاجة تانية غير انه بيقر بحق للغير على نفسه، كويس؟ لابد كده تبقى لفظ واضح صريح مريح. هذا اللفظ قد يكون مسموع، وقد يكون مكتوب، وقد يكون بإشارة الأخرس المفهمة. قوله وهو، بيقول هنا بقى إيه في الشرح في الهامش، وهو يعني الإقرار لغة الإثبات، له معنى لغوي هو الإثبات، وشرعا إخبار بحق على المقر. يبقى إخبار بحق للغير على المقر، يبقى معناه إخبار بحق على المقر. فلما يقول بإخبار بحق للغير على المقر فخرجت الشهادة، لأنها الشهادة إيه؟ إخبار بحق للغير على الغير. أنا لما بشهد شهادة بأقر إن الغير ده لي حق على الغير ده، لكن أنا مش هدفع حاجة من جيبي، ده أنا بشهد. يبقى الشهادة إقرار بحق للغير على الغير، لكن الإقرار ايه؟ اثبات حق للغير على النفس، والدعوة طلب حق من الغير للنفس. يبقى الدعوة عكس الاقرار. انا ما بدفع، برفع دعوة علشان اخد حقي من فلان لانه بينكر، كويس؟ يبقى دي عكس الاقرار. وعلشان كده بيقول والمقر به ضربان، والمقر به ضربان، احدهما ضربان يعني نوعان، يعني حق الله تعالى، حق الله تعالى
كالسرقة والزنا. في ناس يقول لك السرقة حق لله، طب ما هو السرقة ما انا خدت مال الغير، ما في حق الآدمي مش كده برضه؟ والزنا اعتديت على عرض الغير، طب ما فيها حق للآدمي برضه مش كده برضه؟ هو هنا يقصد مش الزنا نفسه، حد الزنا، والسرقة يقصد بها حد السرقة، القطع، قطع اليد دي ده حق الله، واضح؟ يبقى ما يقول ان السرقة حق لله دون الآدمي يقصد مش المسروق، يقصد حد السرقة وهو القطع. وما يقول الزنا حق لله دون الآدمي معناه الجلد او الرجم، وليس معناه الاعتداء على عرض الغير، واضح؟ فهمت الموضوع؟ لان في ناس مش فاهمة الحتة دي، يقولك يعني ايه ان السرقة والزنا حق لله؟ طب ما في داخل فيها الادم مش كده برضو؟ ايوه، اصل انا لو جاوب واحد حرامي قال انا اخذت هذا المال ولكن ليس من حرزه، يبقى اعتراف لا بسرقة، يبقى هو يعاقب وكل حاجة، لكن ما يتقطعش ايد، لان السرقة لها تعريف اللي فيها القطع، لازم ياخد المال ده من حرز مثله، ياخده من الدرج والدرج يكون مقفول. لكن انت حطيت المال بتاعك على ارض الجامع، المحفظة، على ارض المسجد، وطلعت تتوضى، جه هو راح واخدها، كويس؟ جيت انت فتشته لقيتها في جيبه، خدته للقاضي من قفاه، تعال انت جاي تسرق الناس، راح للقاضي، يا فضيلة القاضي انا لقيت المحفظة دي موجودة على ارض المسجد خدتها، تقول له ليه تاخد حاجة مش بتاعتك القاضي؟ فيعتبر ان اللي عمله ده مش سرقة، القاضي يعتبر ان الجريمة دي مش جريمة سرقة، واضح؟ دي جريمة اختلاس، جريمة غصب، سميها اي اسم، هتطلع غصب في الاخر، اغتصب مال غيره بغير حق، والغصب ما فيهوش قطع، والاختلاس ما فيهوش قطع، والنهبة ما فيهاش قطع. النهبة يعني ايه؟ يعني انا حطت المحفظة كده قدامي وبصلي، فجاء عيني عينك كده بص لي كده وانا بصلي وراح واخدها، كويس؟ رحت انا بقاطع الصلاه ورحت ماسكه من ايده، ده بياخدها نهبه يعني قدامي كده. يبقى في فرق بين السرقه اللي هي متاخده خلسه من حرزها عشان يبقى فيها قطع دي، فهمت بقى ازاي؟ يبقى هو لو اعترف بان اخذ المحفظه من الدرج، من درج المكتب، أقره، فالقاضي ممكن يحكم بالقطع، كويس؟ يقوم يجي قبل ما يقطعه ايده يقول لا ده ما كانش بدرج المكتب، ده كانت على ظهر المكتب، رجع في كلام، يقوم القاضي يوقف قطع اليد ويعاقبه عقوبة أخرى، فهمت بقى ازاي؟ يقبل الرجوع فيه لأن القطع نفسه حق الله، إنما المال ده حق الآدمي بيديهوله القاضي كده كده، هو كده كده راجع له، سواء كان اختلاس، نهبة، غصب، سرقة، راجع له راجع له. فهمت الحتة دي؟ لأن الحتة دي قليل من طلبة العلم اللي بيفهمها، لأن التملي مكتوبة بطريقة مبهمة شوية. يبقى والمقر به ضربان، أحدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا، يعني إيه؟ القطع في السرقة والحد في الزنا، هو ده اللي حق الله. فهمت بقى الحتة دي؟ مهمة. والثاني، النوع الثاني بقى، حق الآدمي كحد القذف لشخص، برضو حق حد شرب الخمر ده حق لله، حد شرب الخمر قبضوا عليه وهو سكران على مراحل القاضي بقى فايق مش متلبس، وقال للقاضي انا ما كنت سكران، هما انا بتطوح كده لان كان السكر بتاعي نقص، انا باخد انسولين وانا عندي سكر، فلما اتطوحت والسكر نقص افتكروني سكران، وهو اونطجي كذاب كان سكران، لكنه قدام القاضي ما اعترفش، يقوم القاضي ما ايه يقبل هذا منه، ادراوا الحدود بالشبهات، ادراوا الحدود بالشبهات، واضح؟ لا، يبقى زي حد شرب الخمر برضه ده زي السرقه والزنا، كحد السرقه وحد الزنا، اذا رجع في اقراره يقبله القاضي، يقبله القاضي، واخد بالك؟ انما القذف اللي هو ايه، قذف، القذف المحصنات ده حد الانسان الادمي، يجي شهود يشهدوا ان هو قذف فعلا عرض هذا الرجل
وبالتاني يقول لك لا انا ما قذفتش عرضه للقاضي برضه يقيم عليه الحد لانه عنده بينه. واضح؟ والثاني حق الأدانة كحد القذف لشخص، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الاقرار به. يعني بعد ما يقر بالسرقه يقول لا انا ما سرقتش، ما كانش في حرزها، ده ما كانش في حرزها، ده كان حاططها على الرف. حرزها يعني يحطها في الدولاب ويقفل عليه. في حد يحط جوهره ثمينه على الرف او في المطبخ؟ فهمت ازاي؟ يقول له كده ده انا واخدها من المطبخ، مش واخدها من مخدعه ولا من خزنته الخاصه. فهمت ازاي؟ ساعتها يقبل القاضي مثل هذه الامور، لان الرسول قال ادراء الحدود ايه؟ بالشبهات. مش معنى قبل الرجوع في الاقرار انه مش هيعاقبه القاضي، لا يعاقبه باي عقوبه لكن غير الحد. واضح؟ يسموه عقوبه تعزيريه بقى. لا مش شرط دخل، ممكن الشغاله قاعده في المطبخ بتطبخ. لا لو الشخص نفسه دخل، ما انا بقول لك الشخص ده قد يكون شغاله سكرتير منزل قاعد في الريسبشن بتاع المنزل، بقول لك انا اخدته من الريسبشن، انا ما دخلتش مخدعه. فهمت ازاي؟ ممكن، هي دي المساله. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه، ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه كمان، لأن ربنا مش عايز فضايح. وحق الآدم لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وفرق بين هذا والذي قبله، بين حق الآدم يعني وحق الله، الفرق بينهم إيه؟ بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة. ما هو ربنا مسامح كريم، حق الله مبني على المسامحة. إنما الآدمي يا وكان الإنسان قتورة شحيح، مش كده برضه؟ فمبني على المشححة أو المشحة أحسن، لغة المشحة أحسن من المشححة. لأن إيه؟ إذا كان اللفظ الحرف مثلين، واخد بالك إزاي؟ بيروحوا داخلين في بعض يبقوا حرف واحد. زي إيه؟ ومن يشاء، زي مثلا ايه؟ لا، لو كنتم في بروج يدرككم الموت، هي يدرككم، يدرككم الموت، تقوم تقول يدرككم الموت، تبقى كاف واحده مش يدرككم، خدت بالك؟ يبقى حق الادم مبني على المشاحه وحق الله مبني على المسامحه، فيجوز الرجوع في الحق المتعلق بالله، ولا يجوز قبول رجوع ايه المقر في الاقرار المتعلق بحق الادم. واضح؟ والذي قبله بان حق الله تعالى مبني على المسامحه وحق الادم مبني على المشاحه. ونقف عند هذا الحد كده، نشوف كلامه في الحاشيه ايه في الحته دي. بيقول وهو يعني الإقرار، وقوله لغة الإثبات، هكذا عبارة الشيخ الخطيب، وهو المناسب للإقرار الإثبات مش الثبوت، الإثبات، لأنه مصدر أقر بمعنى أثبت. وتقدم أن قولهم من قر بمعنى ثبت فيه تجوز، ما احنا قلنا أن دائرة الاستخدام أوسع من دائرة الاشتقاق. وإن أجيب عنه بما مر، اللي هو دائرة الاستخدام أوسع من دائرة الاشتقاق. فجعل المحشي تبعا للعلامة القليوبي، المحشي اللي هو البرماوي تبعا للقليوبي في حشيته على إيه؟ شرح المنهاج بتاع الجلال المحلي. ليه قليوبي وعميرة ليهم حشية على شرح إيه؟ الجلال المحلي على المنهاج، مش كده برضه؟ فجعل المحشي تبعا للعلامة القليوبي الإثبات بمعنى الثبوت، أخذا من قولهم قر الشيء إذا أثبت ليس على ما ينبغي. فقوله ولو عبر به لكان أولى غير مرضي، بل ما عبر به الشارح اللي هو الإثبات أحسن من الثبوت وهو الأولى. قول وشرعا، التعريف الشرعي ليه إيه هو بقى؟ عطف على قوله لغة. وقول إخبار بحق على المقر أي لغيره، فهو إخبار بحق لغيره على نفسه. واضح؟ فخرج التفريع على مفهوم التقييد بقوله على المقر، وقوله بقوله على المقر يعني أو المقر،
وقول الشهادة أي والدعوة أيضا، لأنها إخبار بحق له على غيره. الدعوة إخبار بحق ليك على غيرك، ده عكس الإقرار. والشهادة إخبار بحق للغير على الغير. كويس، كل دي في الأمور الخاصة. كل دي في إيه؟ في الأمور الخاصة. وأما الأمور العامة أي التي تقتضي أمرا عاما لكل أحد، فإن أخبر فيها عن محسوس كإخبار الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فرواية، ما نقولش عليها إقرار، نقول عليها إيه؟ رواية. لما تبقى أمر عام وبتحكيه إنك سمعته، يبقى ده مش ما يسماش إقرار، يسمى رواية، خبر يعني. وإن أخبر عن أمر شرعي، لو بيخبر عن أمر شرعي، فإن كان فيه إلزام يسموه حكم، مش كده برضو؟ وإلا ففتوى، لأن الفتوى هو حكم الشرع في المسألة بلا إلزام على ما يراه المفتي، لكن ما يلزمكش. يقولك حكم الشرع في المسألة دي كذا، لكن ما يلزمكش تعمل الكذا ده، مش كده برضو؟ ده اسمه مفتي. لكن القاضي يلزمك، مش تقول ده مش مذهبي، انا مذهبي كذا، لا، القاضي يلزمك ولو يحكم عليك بمذهب غير مذهبك. كويس. والا ففتوى، فتحصل ان الاقسام ستة. الاقسام ستة: اقرار ودعوة وشهادة ورواية، ورواية مش كده برضو، وايه تاني، وحكم وفتوى. سهلة. قول لأنها إلى آخره، تعليل لقول فخرجت الشهادة. قول والمقر به، والمقر به ضربان، هذا أحد أركانه الأربعة، وهو المصرح به في كلام المصنف. وأما المقر فسيذكره في قوله وإذا أقر، يعني شروط المقر هيجيبها بعدين، هنا بيتكلم في المقر به في قول وإذا أقر إلى آخره. فإن الضمير فيه للمقر، والمقر له يؤخذ من كلامه ضمنا، حيث قال حق الله وحق الآدمي. وأما الصيغة فتؤخذ من كلامه إشارة. قول ضربان أي نوعان يندرجان تحت جنس واحد وهو الحق. قول أحدهما أي أحد الضربين، وقول حق الله تعالى أي المحض، وهو ما يسقط بالشبهة من الحدود. يبقى حق الله تعالى المحض، اللي هو ايه؟ هو حق الله المحض هو كل ما يسقط بالشبهه من الحد. في الرسول قال ايه؟ ادراء الحدود بالشبهات. يبقى الحدود حق لله، الحدود حق لله، لكن الفعل الذي ادى الى الحد ده حق للادم. فهم؟ انت بتدرا الحد لكن مش بتدرا الجريمه. الجريمه لو وقعت منه ولم يقر تعاقبه اي عقوبه غير الحد بالشبهه. واضح؟ كما أشار إليه بقول كالسرقة والزنا، فهذا هو الذي يصح الرجوع فيه عن الإقرار به بخلاف حق الله المالي كزكاة وكفارة، فلا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به لما فيه من شائبة حق الآدمي. يعني لو عنده زكاة، أقر إن عنده زكاة ماله لسنتين مضت، وبعدين رجع في كلامه، ما يقبلش الرجوع، ياخد الزكاة، لأنها فيها شبهة حق الآدمي اللي هو الفقير. كده برضه. وكذلك الكفارة، يقول علي إطعام 60 مسكين كفارة زهار، واخد بالك؟ وبعدين يقول لك لا، ما كانش عندي زهار ولا حاجة وما عليش حاجة، ما يقبلش. طالما أقر الأول ما يقبلش الرجوع. ليه؟ لأنها متعلقة بحق الأدم. قول كالسرقة أي كحد السرقة، كحد، شوف بقى هنا قال لك في الشرح كحد السرقة، مش السرقة ذاتها، لأن السرقة ذاتها أخذ مال الغير بغير حق، ففيها حق الأدم. لكن هنا اللي بيسقط مش حرمة السرقة، لا، قطع اليد بس بالشبه. أي كحد السرقة والقطع. وقول والزنا أي وحد الزنا، وكذلك حد شرب الخمر، وأشار له الشارح بالكاف. قول والثاني أي من الضربين، وكان المناسب لقول أحدهما أن يقول ثانيهما، لأن بيقول أحدهما الأول، يقوم قال لك بعد كده والثاني. طب ما كان يقول وثانيهما بقى، عشان تبقى ماشيه زي احدهما تبقى ثانيهما.
انما اولهما مثلا يبقى ثانيهما. يعني برضو دي دقة ايه العلماء مع بعضهم، يعني بيقعدوا كده ايه يناقشوا بعض كده بطريقة لطيفة يعني. وقول حق الآدمي اي سواء كان مالا او عقوبة. حق الآدمي ده قد يكون مال وقد يكون عقوبة، يعني قصاص، كسر لي مثلا شيء املكه، او ضربني فكسر لي عظمة من عظمي، يبقى في لي انا حق في عقوبة، يعاقب زي ما عملت. وقد يكون تعدى على مالي يبقى حق مالي. وقد مثل الشارح للثاني بقول كحد القذف لشخص اللي هو ايه حق الآدمي، وترك مثال الاول لظهوره قول فحق. حد القذف ده حد مالي ولا حد عقوبة؟ عقوبة، مش كده برضو؟ فهو مثل لحد العقوبة والمالي، ما هو واضح بقى، واضح انه هو خد مال يخصك بغير حق، فمش محتاجة مثال. قوله فحق الله تعالى الى اخره، اي اذا اردت بيان حكم كل من الضربين المذكورين فاقول لك حق الله تعالى الى اخره. وقوله يصح الرجوع فيه عن الاقرار به، اي فيقبل الرجوع فيه بعد الاقرار، يقبل يعني يقبل من القاضي يعني، سواء رجع قبل الحد او في اثنائه فيسقط كله في الاول. طبعا ده على مذهبنا يعني. يعني عندها في مذاهب تانية يقول لك يجوز الرجوع في الاقرار في قضية الزنا مثلا والسرقة قبل الحد بس، لكن لو رجع اثناء قيام الحد لا يقبل، لانه قد يكون رجع تحت ايه؟ تحت الايلام. فهمت ازاي؟ زي الملكية رأيهم كده. لكن الشافعية عندهم لا يقبل حتى ولو رجع في الإقرار بتاعه أثناء الحد أو قبل الحد، سيان توقف الحد على طول، مجرد أنه رجع وقف الحد، يعني أنتوا هترجموا خلاص. فلما لقى وقع الحجارة عليه جامدة قال يا جماعة رجعت، ما كانش زنا ولا حاجة، ده أنا دوب قبلت بس. المفروض أن الناس تتوقف وما ترميش الحجارة بقى خلاص، مش يكملوا. عشان الرسول صلى الله عليه وسلم في ماعز، ماعز لما ايه لما رجموه جري، فجري وراه لحد ما قتلوه. الرسول قال لهم ليه ما تركتهوش؟ ليه جريتوا وراه؟ اعتبر ان الجري ده قرينه انه رجع في اقرار، قرينه فعليه يعني. فالنبي عاب على الصحابه ان هم جريوا وراه بالرغم انه جري من موضع الرجم وكملوا على بقيته ورجموه لحد ما مات. فهمت ازاي؟ فالنبي ففهم الشافعية منها جواز الرجوع ايه عن الاقرار ولو اثناء قيام الحد. واضح؟ وعشان كده فيقبل الرجوع فيه بعد الاقرار به سواء رجع قبل الحد او في اثنائه فيسقط كله في الاول. لو اقر قبل الحد يسقط كل الحد عنه لان لسه ما عملناش الحد. طب في اثنائه يسقط الباقي. طب واللي خده الضرب اللي خده فيسقط كله في الاول وبقيه في الثاني لانه يسقط بالشبهه، فلو حدوه او تمموه فمات فلا قصاص للشبهه. طب افرض كملوه زي ماعز، ما علاش قصاص لان في شبهه هنا، شبهه عندهم، فانت ما تقدرش تقتص منهم لوجود الشبهه عندهم ان هو جري علشان ألامته وقع الحجارة مش علشان هو ما زناش. ففي الشبهة دي عندهم، يقوم النبي يديله دية، يدي الأولياء بقى هنا دية، واخد بالك ازاي؟ لكن ما يقيمش قصاص. فهمت المسألة؟ فمات فلا قصاص للشبهة. فإن بعض الأئمة يقول بعدم صحة الرجوع زي الملكية ومن وافقه كمان، قالوا ايه؟ قالوا طالما تم الحد في اثناء يعني اثناء اداء الحد لا يقبل رجوعه، يقبل رجوعه ما لم يشرع في اداء الحد. واضح؟ وتجب الدية وحصة الباقي من الدية باعتبار عدد الضربات. يعني هم كانوا اقاموا عليه نص الحد وبعدين مات
لما رجع بعد نص الحد كويس، فاكملوا عليه ومات، يدوله نص دية، يدوله نص دية. قوله كأن يقول من أقر بالزنا إلى آخره، أي وكأن يقول من أقر بالسرقة ما سرقت من حرز مثله مثلا، وكأن يقول من أقر بالسكر ما سكرت، وهكذا. قوله رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه، وفي بعض النسخ وكذبت فيه، والواو فيه بمعنى أو، وكذا لو قال ما زنيت أو ما ظننته زنا. قوله ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه، يعني من أقر بالزنا يسن الرجوع عنه، لأن ربنا فرض الحدود لا لتقام بل لتدرك، بخلاف ما إيه مفاهيم الشباب المتحمس. ما يجراش حاجة، بس يلزم منه برضو انك انت ما تقيمش عليه حد، كونه بقى كذاب او انطجي اي حاجة من لاش دعوة، نعاقبه بقى عقوبة تعزيرية، ممكن يجي القاضي يحبسه، يضربه ضرب دون الحد، يجلده 10 جلدات، يقول له ما تعملش كده تاني يا مجرم. ما يتسرب بقى، المهم يعاقبه اي عقوبة غير الحد، واضح؟ لكن المهم الحد لا، ادراءه الحدود بالشبهات، واضح؟ ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه، بل يسن له كمان، يستحب في حقه ان هو ايه، وكمان يستحب في حقه انه ما يروحش يعترف كمان، يعني لو زنى ومحدش شافه يسن في حقه ان هو يتوب الى الله بينه وبين نفسه، وما يفضحش نفسه وما يعملش كده تاني، وما يروحش للقاضي يعترف، بخلاف بقى المسيحيين. المسيحيين عندهم لازم يروح يعترف قدام القسيس، يقوم القسيس يقول له خلاص سامحتك، يبقى الرب سامحك، فهمت ازاي؟ لازم. لكن احنا المسلمين المبنى بتاعنا على الستر، مبنى ديننا على الستر مش على الاعتراف، واخد بالك؟ بل يسن له عدم الإقرار من أول الأمر سترا على نفسه، ويتوب بينه وبين الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من أبدى لنا صفته أقمنا عليه الحد. وكذلك يسن للشاهد أيضا، اللي شاهد وقعت الزنا يسن لي أنه ما يروحش يشهد كمان، شوف قد ايه. يبقى الحدود دي ربنا عملها عشان تدرأ مش عشان تقام، واضح الحكاية؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ستير، يحب من عباده الستيرين، ويسن للقاضي وغيره ان يعرض له بالرجوع، ويسن للقاضي كمان ان يلقنه الرجوع بس بطريقة غير واضحة، يجي هو بيقر بالزنا يقول له يعني يا شيخ لعلك قبلت، لعلك يعني خدتها بالحضن كده وخلاص الحكايه تمشي. فلو قال له اه فعلا انا عملت كده، يقول له خلاص ما تعملش كده تاني، يلا يا مجرم روح وخلاص، مش يقعد بقى يعني ايه يجيب له فيلم تسجيلي، لا ما تنفعش. القاضي مش مقصوده الفضيحه بل مقصوده درء الحدود، واضح؟ ليه؟ لان المؤمنين مؤمنين بالغيب، مؤمن ربنا مطلع وفي يوم قيامه وخلاص، والحق هيحق في الاخر يوم القيامه. انما في الدنيا المساله دي ضوابط شرعيه علشان المجتمع الاسلامي يمشي، واخد بالك ازاي، بطريقه فيها نوع من النظام وفيها زجر لبعض النفوس الشريره الا تقع في مثل هذه القاذورات، وفيها ايضا كفاره لمن اقيمت عليه حتى لا يعاقب في الاخر، لان الحدود هي زواجر حتى لا تقع، وكفارات إذا أقيمت على من أقيمت عليه تكفره فلا يعاقب عليه يوم القيامة، بقى مش هيجتمع عليه عقوبتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز بالرجوع حيث قال له لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك فخذت، أبك جنون، هو أنت مجنون ولا إيه؟ يعني لو قال للنبي آه أنا مجنون على فكرة، أنا مش واخد بالي، أنا ساعات بهلوس، كان يعني يقول له إمشي. حتى النبي قال لهم فاستنكهوه، قال له شموا نفسه ده ليكون سكران الجدع، هو مش دريان بنفسه ولا ايه؟ ولا يقول له ارجع لئلا يكون امرا له بالكذب. ولما جات له الغامديه حامل من الزنا، اجل قيام الحد عليه وهي بتقر، قال لا لما تضعي تعالين، لا
لما وضعت ما بعتلاش حد يقبض عليها، ولو ما جاتلوش ما كانش قبض عليه. لا، هي لما وضعت جات بالطفل، قال لها لا تأتيني حتى يخطب كمان ترضعيه. بعد سنتين جابته في ايدها مسكاه وفي ايده تمره وجات للنبي، ما قبضش عليه. يعني لو ما جاتلوش في اي مرحله من المراحل دي يعتبر ايه؟ رجوع في الاقرار، ومش هيقبض عليها ولا هيجيبها من بيته. يبقى القاضي مقصده في الحدود اللي هو عدم ايه؟ عدم ادائها مش فعلها، بخلاف كل السلفيه فاهمين غلط خالص. بيعلموا الناس ان الحدود دي لازم، يعني لو زنى في اوضه ضلمه لازم يروح للقاضي يعترف علشان يتجلد في ميدان التحرير، وعلشان يترجم يبقى مش عارف فين، والا تبقى مجرم. في حين ان الشرع يقول لك لا، استر نفسك، توب الى الله، لا تعترف، ارجع من الاقرار، ويقول للقاضي ادرأ الحد بالشبهات ولا تفعله، ولعلك تخطئ في العفو خير لك من ان تخطئ في العقوبه، يقول للقاضي كده وهكذا. ولا يقول له ارجع لئلا يكون امرا له بالكذب على احتمال صدقه في الاقرار، وخرج بالاقرار بالزنا ما لو ثبت زنا بالبينه. خد بالك ان الزنا قد يثبت بالبينه يعني بالشهود، وقد يثبت بالاقرار. لو ثبت بالاقرار يقبل رجوعه في الاقرار، لكن لو ثبت بالبينه ثم اقر فرجع عن اقراره تقام للحد، لان البينه موجوده. فهم؟ البينه اللي هي شهود، اربع شهود ذكور لا يختلفوا في الروايه، واضح؟ فلو اقر بعد البينه ثم رجع فان كان رجوعه قبل الحكم فلا يعتبر، وان كان بعده اعتبر ما استند اليه الحكم من الحاكم. طب افرض رجع بعد الحكم، لو كان الحاكم اقر باقامه الحد بناء على البينه مش على الاقرار، ورجع في اقراره يستمر في الحد. لو كان الحاكم البينه عنده كانت مختلطه، فلما اقر حكم عليه وكان حكمه بناء على الاقرار، لان البينه عند القاضي كان في اختلاط في كلام الشهود، يبقى ورجع يقبل رجوعه. فهمت بقى المساله؟ يبقى على حسب البينه كانت يعني هي سبب الحكم ولا الاقرار هو سبب الحكم. فان رجع عن الاقرار وكان الاقرار هو سبب الحكم يقبل سواء قبل الحد او اثناء الحد. لكن لو كان البينه هي سبب الحكم يبقى لا نظر ولا عبره برجوعه في الاقرار، واضح؟ حق الله حق الله واحد. ايه ده؟ بس ثبت بالبينه عند القاضي، البينه اللي هي شهاده الشهود. معلش، بس ثبت عنده بالبينه. طالما ثبت عنده بالبينه، لكن لو البينه عند القاضي ما كانتش واضحه، يعني شهاده الشهود عند القاضي مش بينه واضحه، يعني مرجوحه، اختلفوا في الشهاده، والتاني اقر فترجح عند القاضي ان شهاده الشهود صحيحه لانه اقر، جاء رجع في القرار، يبقى عنده لسه ما زال الشك في الشهاده في البينه، فساعتها يقبل الهو. واضح؟ قول وحق الادمي لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به. بيقول وحق الادمي لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به، فلا يقبل الرجوع من المقر بعد الاقرار به، لانه لا يعتبر الانكار بعد الاقرار. قول وفرق بين هذا اي حق الادمي حيث لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به، وقول والذي قبله اي وهو حق الله تعالى حيث يصح الرجوع فيه عن الاقرار به، وقول بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة أي المساهلة، يقال تسامحوا أي تساهلوا، وأيضا هو مبني على الدرء والستر ما أمكن، ولذلك يسقط بالشبهة كما مر. وقول حق الآدمي مبني على المشاحة أي المخاصمة والمجادلة، والشح هو البخل مع حرص، وفي بعض النسخ المشاححة بالفك وهو لحن لوجوب الإدغام، كما قال ابن مالك أول مثلين محركين في كلمة أضغم. يعني لما يبقى المثلين متحركين وفي كلمة واحدة زي يدرككم، يدرككم تقول يدرككم، لكن لو كان أحدهما ساكن والتاني متحرك يبقى في وجهين،
ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه قراءتان متواترتان، في قراءة يرتد وفي قراءة يرتدد، كويس، لأن أحدهما ساكن والثاني متحرك، لكن لم يكن الاثنين متحركين ومثلين ليس أمامنا إلا وجه واحد وهو الإدغام. قول وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط. نقرأ بقى هنا في الشرح في الهامش، بيقول وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط، أحدها البلوغ اللي هي الشروط في المقر بقى، عشان يبقى إقراره صحيح لازم المقر تتوفر فيه شروط، البلوغ والعقل والاختيار، يبقى لازم بالغ عاقل مختار يعني غير مكره. وهنزود واحدة كمان في الحقوق المالية، الرشد، يبقى رشيد، هتيجي بعدين. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط، أحدها البلوغ، فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا. مراهق يعني إيه؟ يعني خلاص قرب على البلوغ، أدي المراهق. ولو بإذن وليه، ولو حتى بإذن وليه اللي قاعد قال له قر يا ولد هو قاعد فأقر، برضو لا يصح إقرار. والثاني العقل، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل بما يعذر فيه، يعني بدواء أو بمرض ده يعذر فيه، أو بسكر غير متعدي، يعني فاكرها ما يشربها طلعت خمرة فسكر فأقر وهو سكران وكان غير متعدي، لا يصح إقرار، لكن لا ده عارفها أنها خمر شربها متعدي فأقر وهو سكران، يقبل إقراره عند الشافعية لأنه تعدى تغليظا ولو باع بيته بعشرة جنيه وهو سكران، طالما متعدي يصح العقد، وهو أصلا بيبيع فيلا مثلا بعشرة مليون جنيه راح بيع بعشرة جنيه وهو سكران بس متعدي في سكر، القاضي يقول لك عقد بيع صحيح، ادي له العشرة سيب له البيت. شوف قد ايه هذه درجه دي تغليظا عليه. لكن لو ده المتعدي بسكر، ولو طلق امراته وهو متعدي بسكره يقع الطلاق، كل ده عقوبه تغليظا له. انما لو كان سكران بغير بعذر يعني باكراه بمرض بدواء خده او شيء من هذا يبقى لا يصح اقرار ولا طلاق ولا حد. فإن لم يعذر فحكمه كالسكران. والثالث الاختيار، فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه، كويس، وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، والمراد به كون المقر مطلق التصرف، مطلق يعني ما يكونش عليه حجر، يعني لأن ممكن يبقى إنسان عاقل بالغ، كويس، عاقل وبالغ مختار ولا يصح إقراره علشان إيه؟ في الأمور المالية علشان محجور عليه بالفلس، محجور عليه بالفلس، يبقى ده مش رشيد لأنه محجور عليه يعني لا يتصرف، فهمت؟ يبقى لازم كمان في الأمور المالية الرشد وهو إصحة التصرف المالي، والمراد به كون المقر مطلق التصرف، واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد. لكن افرض واحد محجور عليه بسفه او بفلس واقر انه طلق مراته يقبل اقرار يبقى طلقها، لان ده مش حق مالي، واضح؟ فاهم؟ او ظاهرها، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد بل يصح من الشخص السفيه، السفيه اللي هو ما يعرفش مصلحته يعني في التصرفات الماليه. بيقول هنا في الشرح قول وتفتقر صحه الاقرار إلى ثلاث شرائط، أي تتوقف صحة الإقرار على هذه الشروط، وهذه هي شروط المقر الذي هو أحد الأركان. ما احنا قلنا عقد الإقرار ده، الإقرار ده أركانه أربعة، مقر ومقر له ومقر به وصيغة، مقر ومقر له اللي هو طرفي العقد، ومقر به اللي هو الحق، وصيغة كده برضو.
وعلى شكرا بيقول ايه وهي شروط المقر الذي هو احد الاركان الاربعة لعقد الاقرار يعني. كما مر قول البلوغ اي ولو بالامناء، لان البلوغ قد يحكم عليه بالسن، وقد يحكم عليه بخروج المني بالاحتلام، وقد يحكم عليه بالحيض في المرأة، مش كده برضو، او الحيض الثابت بقول عند اقراري بذلك فيصدق فيه بلا يمين ان امكن بان استكمل 9 سنين. نعم ان كان في مزاحمة كطلب سهم الغزاة واثبات اسمه في ديوان المرتزقة حلف، يعني يقبل منه القادم ما يقول له انت عندك 9 سنين يا ولد فازيد، فيقول له 9 سنين عندي 9 سنين، يقبل منه من غير يمين. لكن يقبل منه باليمين امتى؟ يشترط يقول له طب احلف انك 9 سنين. امتى؟ لو كانت المسألة فيها منافسة على طلب سهم او حقوق مالية فيها اكثر من مطالب، يبقى ايه هنا يحلفه بقى. واضح؟ واما البلوغ بالسن فلا بد فيه من بينة تخبر بسنه. الوقت البينة شهادة الميلاد سهلة، هيقول له فين شهادة الميلاد بتاعتك؟ تاريخ الميلاد يعرف. كان زمان ما فيش شهادات ميلاد، اول شهادات ميلاد اتعملت للمصريين ايام محمد علي الكبير لما حب يعمل جيش للمصريين، عمل دار المحفوظات هنا في القلعة عشان يسجل المواليد ويعمل جيش حديث، واخد بالك؟ وعمل جيش حديث بالنظام الفرنسي مبني على الظلم، يقول لك الجيش مبني على الظلم، حتى بتوع الجيش لحد دلوقتي يقول لك كده، السيئة تعم والايه والحسنة تخص، لان اتعلموا اصلا عم محمد علي عمل ايه، بعت وفود في مصر تتعلم الجندية من فرنسا عشان يعمل جيش حديث، لان هم كانوا لسه طالعين من الحملة الفرنسية مبهورين بالعسكرية الفرنسية، كان لسه المماليك بيحاربوا بالسيف والخنجر والفرس، فجأة بصوا لقوا جاي لهم حملة فرنسية 30,000 جندي مدجج باسلحة ما يعرفوهاش. فلما ربنا اكرمنا بالدعوات بس الحملة الفرنسية دي طلعت، دعوات المصريين وبقراءة القرآن وصحيح البخاري في الازهر ودلائل الخيرات، وطول النهار الناس تقعد تدعي يا رب خلصنا منهم، قام الدنيا اتقلبت عليهم في فرنسا وطلبوا نابليون يرجع لهم، والدنيا اتقلبت على نابليون هناك واختلت الموازين، في 3 سنين روحوا، واخد بالك؟ فلما روحوا محمد علي الكبير مسك مصر، فاول حاجة عايز يعملها ايه؟ مصر دلوقتي ما فيهاش جيش يحميها، فعايز يعمل جيش، فعمل دار المحفوظات عشان يسجل المواليد عشان يعرف امتى السن وصل يقوم ايه ياخدهم في الجندية، خدت بالك ازاي؟ يبقى ايه؟ يبقى شهادة الميلاد دي في حد ذاتها دليل ياخد. كان قبل بقى دار المحفوظات لازم يجيب اثبات ان حد يقول له ده اتولد على فكرة في رمضان سنة ما الخليفة الفلاني جه زار مصر، الخليفة الفلاني زار مصر من 10 سنين، يبقى خلاص الواد ده عنده 9 سنين، فهمت ازاي؟ يعني بالامارة، يعني زي ما نقول ان الرسول لا اتولد عام الفيل علامة على، لكن لانه ما كانش عندهم تواريخ، فهمت ازاي؟ يقوم يعلمها بايه؟ بان السنة اللي جاء فيها الفيل بتاع ابرهة الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد عام الفيل، واضح؟ واما البلوغ بالسن فلا بد فيه من بينة تخبر بسنه، ولو اقر بالبلوغ مطلقا قال الازرعي الوجه طلب استفساره، ويحتمل قبوله من غير استفسار وهو الاوجه عند العلامة الرملي ومن تبعه حملا على الاحتلام. قوله فلا يصح اقرار الصبي تفريع على مفهوم البلوغ، وانما لم يصح اقراره لان اقواله وافعاله لاغية الا في عبادة من مميز. اعمال واقوال الصبي كلها ملغية الا في العبادات ان كان مميزا. يعني الواد الصبي ابنك كاتب انت العمارة دي باسمه، فجيت انت من شغلك لقيت الواد الصبي ده قاعد مع جاركم وقال لعمه جارهم يا عم ما تشتري العمارة دي علشان انا عايز قرشين كده عشان عايز اشترك في نادي الصيد، اصل نادي الصيد الاشتراك فيه 80,000 جنيه وانا عايز ابيع العمارة دي عشان اشترك في نادي الصيد. الواد عايز نادي الصيد وابوه شايف ان نادي الصيد ده ما يستاهلش يدفع له 80,000-40,000 جنيه، ولا فهمت ازاي؟ لكن الواد عارف ان ابوه كاتب له العمارة دي، يقوم يروح لعمه جار
يقول له ايه رأيك ما تشتري العمارة دي مني بال80,000 جنيه تديهم لي كده واروح من ورا ابويا ادفع اشتراك نادي الصيد، عشان انا الشلة بتاعتي بتقعد في نادي الصيد كل يوم بالليل. يقوم الراجل ايه جارهم يقول فرصة والله، اه موافق، ويروح جايب له ال80,000 جنيه. تيجي انت من الشغل تلاقي البيعة دي لا يصح، تروح للقاضي، القاضي ايه يحكم بانها لا تصح العقد ده. ليه؟ لان ده بين صبي وبين رشيد، لازم طرفي العقد يبقى عندهم بلوغ ورشد وحرية تصرف. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ما ينفعش التصرفات المالية للصبي ملغية وطلاقه كمان. يعني انت الواد ده انت خلفته وانت عندك 80 سنة، كان زمان الناس تفضل تتجوز كل ما هي عايشة. يعني عنده 80 سنة مراته ماتت، يروح متجوز بنت صغيرة عشان تخدمه. انا ليا جدي كده، جدي اتجوز قبل ما يموت ب8 سنين واحدة عندها 16 سنة وهو كان عنده 76 سنة. كويس؟ كان شايفها جاية من المدرسة كده عجبته، قال من أبوها؟ قال أبوها فلان، طب ابعته لي أنا عايزه بعد العصر. قال له اتجوزني بنت. قال له تديني إيه؟ قال له مش عارف نص فدان، إداله نص فدان وجوزه. واخد بالك إزاي؟ ومشيت الجواز وخلف منها 3 قبل ما يموت. وخدمته في فترة مرض وفاته. فالمهم يعني كان الناس زمان مش زي دلوقتي. الوقت هي جوازها مرة واحدة، نجحت نجحت، فشلت فشلت، هو نصيبه ما تتكررش. لكن زمان لا، زمان ممكن الواحد يتجوز وهو سنه كبير، كويس، يقوم ينجب عيل صغير عنده 3 سنين، هو عايز يطمئن ان الواد ده هيتجوز جوازة كويسة، وهو عارف انه وقت سن جوازه هيكون ميت، يقوم عايز يربط الواد ده بجوازة حلو، يروح مجوز ابنه وهو في KG1 لبنت جاره رجل الاعمال الكبير اللي هو شريكه في المصانع، عشان يضمن ان المال ما يطلعش بره. فهمت ازاي؟ ساعات بتبقى في مصالح عامله كده. راح مجوز الواد ابنه اللي في KG1 لبنت الراجل اللي هي معاه في KG1 الاثنين. يجوز هذا الزواج الشرعي؟ يجوز هذا الزواج الشرعي بولايه الاجبار، لكن لا يجوز قانونا الان. قانونا الان القانون حدد سن. ده القانون ده نظام تنظيمي، لكن الشرع ما كانش محدد سن. كويس؟ مش معنى كده نعمل كده نخالف القانون في الزمن، لا، يقول لك انت تلتزم بالقانون برضه. لكن افرض انت في الازمنه القديمه ما كانش فيه هذا القانون. فكان ممكن يجوز ابنه وهو في KG1 مع البت الصغيره اللي رايحين كل يوم الحضانه. وهم رايحين الحضانه هما الاثنين الصبح، البت بتفتح كيس الشيبسي يقول لها اديني واحده يا مراته. تقول له لا، يقول لها طب انت طالق. لا يقع طلاق، لا يقع طلاق الصبي. فهمت ازاي؟ مش مقبول منه هذا التصرف. واضح الكلام؟ يبقى تصرفات الصبي ملغاه كلها الا العبادات اذا كان مميزا، اذا صلى صلاه ياخد ثوابها بس نافله، لدرجه انه ممكن يخطب الجمعه بالناس وتصح جمعته. واضح؟ ويؤم الناس في الصلاه ويبقى امام الناس في الحج، طالما مميز حافظ للقران، لأن عبادته صحيحة لكنها مش فريضة. واضح؟ لكن كل تصرفاته المالية ملغية. ولا يؤاخذ بعد بلوغه بما أقر به حال صباه. ولو أقر حال صباه وبعدين بعد كده بلغ، لا يؤاخذ بما أقر به حال صباه إلا إذا أقر به تاني بعد بلوغه. واضح؟ لازم يقر به تاني بعد البلوغ عشان يسمع، إلا إن أقر به ثانيا بعد بلوغه. ولو ادعى صباه صدق ولا يحلف. لو بعد ما أقر أم قال للقاضي إيه رأيك يا فضيلة القاضي إن أنا لسه حتى ما بلغتش، كويس، يقوم القاضي ما يحلفوش، يقول له خلاص ما بلغش، إقراره باطل ويشتم، يقول له روح. كويس؟ ما يحلفوش كمان. ولو بعد بلوغه إن ادعاه قبل ثبوت بلوغه وإلا حلف إن أمكن. قول ولو مراهقا غاية في عدم صحة إقرار الصبي. مراهق يعني إيه؟ يعني قارب البلوغ، يعني فضل له على البلوغ شهر اتنين، يعني خلاص على وشك، ابتدى شنبه يخط وابتدى إيه الواد صوته يبقى خشن وابتدى يعني آه ممكن الواد ده يبقى هيبلغ في خلال يعني شهور بسيطة، ده اسمه المراهق. كويس؟ برضه لا يقبل إقرار، لازم نطمئن إنه وصل للبلوغ. قوله العقل أي التمييز، فكل من لا تمييز عنده لا يصح إقراره.
يبقى يقصد بالعقل هنا التمييز. التمييز يعني ايه التمييز؟ انه عارف النهاردة ايه، قاعد فين، مين الراجل ده، فين ابوه، فين امه، احنا في الشتاء ولا في الصيف. مميز، فاهم، فهمت؟ ادي اسمها التمييز. قوله فلا يصح اقرار المجنون تفريع على مفهوم العقل، ولو ادعى بعد افاقته جنونه حال اقراره صدق حيث عهد له جنون. طب لو اقر وهو فايق كده، وبعد ما اقر قال للقاضي ده انا كل كم شهر على فكره بيجي لي دور امراض نفسيه كده، بيحصل لي جنون، وبعدين اخد ادويه وجلسات كهرباء افوق ابقى كويس خالص وادخل الامتحان وانجح وابقى كويس. فهمت ازاي؟ فبعد ما اقر قال للقاضي انا على فكره بيجي لي جنون كل فتره كده، واخد بالك؟ يقوم القاضي يصدقه ويمشيه خلاص. وكذا المغمى عليه المذكور. قول وزائل العقل من عطف العام على الخاص، لان المراد به زائل التمييز فيشمل النائم ونحوه. وقوله بما يعذر فيه اي كشرب دواء واكراه على شرب خمر وشرب ما ظنه ماء. بيفوق من العمليه وهو بيفوق كده، انا مش لاقي عندك 1000 جنيه، قوله ايوه، يقول شوف يجيب شهود اهو اكراه. ما ينفعش ده، انه ده ايه، مش في كمال عقله، ده لسه بيفوق يا سيدي، ما ينفعش. فهم؟ وقوله بما يعذر اي كشراب دواء واكراه، دواء زي التخدير يعني، واكراه على شرب خمر. اكرهوه فشرب الخمر غصب عنه فسكر وهو سكران، اقر، ما يقبلش اقرار. وشرب ما ظنه ماء، ولو شرب ما ظنه ماء فطلع خمر وهو ظنه ميه فسكر، ما ينفعش اقراره في الحاله دي. وظاهر صنيعه انه راجع لزائل العقل، والوجه رجوعه لما قبله ايضا، لانه كل من المجنون والمغمى عليه يشترط فيه ان يعذر في جنوني او اغمائي. فان لم يعذر اي بان تعدى، عند الشافعية ميزوا بين السكران المتعدي وغير المتعدي. غير المتعدي لا يقبل اقراره ولا يقبل اعترافه ولا تجاز تصرفاته ولو طلق حتى. لكن لو هو متعمد السكر وعنده كمان الاختيار وتصرف وهو سكران، لا يؤاخذ عند الشافعية، يؤاخذ بكل افعاله وهو سكران ان كان متعديا. زي ما بقول لك، لو باع العمارة بتاعته ب10 جنيه وهو متعدي في سكره، القاضي يحكم بصحة العقد اذا كان القاضي ده شافعي. فهمت ازاي؟ اذا كان شافعي، لان في قضاة تانيين ليهم مذاهب مختلفة في موضوع التصرفات السكران، يعني فيها تفاصيل كتير. بما يعذر فيه اي، فان لم يعذر اي بان تعدى به. وقوله فحكمه كالسكران اي كحكم السكران المتعدي بسكره، لأن المراد عند الإطلاق، لأنه المراد عند الإطلاق، وإقراره صحيح كبقية تصرفاته له وعليه معاملة له معاملة المكلف، ده كل ده المتعدي بسكر. واعترض بأن في كلامه تشبيه الشيء بنفسه، لأن من لم يعذر في زوال عقله هو المتعدي بذلك، والسكران هو المتعدي بسكره كما علمت. وأجيب بأنه من تشبيه العام بالخاص، لأنه هو يعني بيقول لك من الدقة ما تقولش ان السكران بدواء سكران، قول عليه زال عقله، خلي كلمة سكران دي اللي شارب خمر بس. يعني بعض الفقهاء يقول له كده، يقول له ما تسميش ده بقى سكران، اللي هو شارب مية على انها مية طلعت خمرة فسكر، ما تقولش عليه ده سكران، قول عليه زال عقله، عشان ايه ما تلخبطش الناس. فهمت ازاي؟ يعني في بعض الفقهاء قالوا كده. في فقهاء تانيين قال لك لا، احنا نسميه سكران برضه بس نقول سكران غير متعدي. واضح؟ فدي تفاصيل بين الايه، بين الفقهاء في استعمال الالفاظ والتعبير على عنها يعني. واجيب بانه من تشبيه العام بالخاص، لانه من لم يعذر في زوال عقله عام، والسكران المتعدي فرد من افراده، فان الاول يشمل ويشمل المجنون والمغمى عليه المتعديين، وان قصر الاول عليهما، وان قصر الاول عليهما بان يراد به من تعاطى شيئا متعمدا وحصل له جنون او اغماء، واريد بالثاني من تعاطى مسكرا متعمدا كما هو ظاهره، كان المشبه غير المشبه. قوله الشرط الثالث الاختيار. الاختيار دي لابد منه، وهنشوف احنا الشرطه المصريه والحمد لله
كل الإقرارات بتتم تحت الإكراه، يفضلوا يضربوه لحد ما يعترف ان هو عمل كل حاجة في الدنيا، لدرجة كان سبب الزلزال اللي حصل في امريكا هو اللي عمل، ويعترف ما يجراش حاجة. المهم عايز يخلص من الجلد اللي بالجلد وسوء المعاملة، لهم اكتبوا اللي انتوا عايزينه كله امضلكوا عليه بس نزلوني. فالاقرار ده عند الشرع الشريف ما يقبلش لانه ما فيهوش اختيار، واخد بالك؟ لابد يبقى فيه كمال الاختيار عشان يقرر ويبقى اقرار صحيح شرعا والقاضي يعتبره دليل وقرينة، لابد. لكن ممكن القاضي يقبل اقراره اذا ضربوه ليصدق، مش علشان يقول كلمة واحدة، يعني في بيضربوه عشان يقول ايوه عملت بس، ده اقرار ما يقبلوش القاضي. لكن لا، هم بيضربوه علشان يصدق يبطل يلاوع، وبيكتبوا لا او اه زي ما تطلع منه. في الحالة دي يقبل اقراره القاضي، لاننا بيضربوه لا على اعتراف بل على ان يصدق. واضح في فرق بين دي ودي؟ لان في نوعيات من الناس ما تحبش تصدق الا لما تتضرب برضه، في نوعيات كده. عشان كده اقر الامام مالك في بعض الاحوال جواز الضرب في الحبس، مذهب المالكية. الشافعية لا يقره مطلقا، مذهبهم لا يقر الضرب مطلقا في الحبس. الامام مالك اجازه، قال عند بعض الرعاع لا يصدقون الا بالاكراه، ولكن يضربوا في الحبس حتى يصدقوا لا ليعترفوا. فهمت ازاي المذهب المالكي؟ فيها تفصيل يعني. والله تعالى اعلى واعلم. نبقى نكمل الحكايه دي يوم الاثنين القادم باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.